نترحم على أرواح من فقدنا في مصنع السيراميك، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين. حقيقي لازم نتعامل مع مسألة السلامة في كل أجهزتنا، في مصانعنا، في دورنا بشكل أحسن من كده، وحنستكمل الإجراءات اللي بدت أصلا. في هذا الشهر تمر علينا الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. بكل تأكيد تابعتم تحضير الجيد البدء للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة. ما حيكون يوم واحد زي ما عارفين، حتكون سلسلة من الأنشطة تمتد حتى بداية العام الغالي. في هذه العجالة أود يعني أشرككم عن ما تم في هذه الزيارة التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية. مشينا أمريكا تلبية لدعوة تقدمت من الإدارة الأمريكية، اتفقنا على تاريخها من وقت، وأنا سعيد أن أسمع لأسئلتكم. لكن باقتضاب كانت حقيقة يعني 5 أيام مليئة بالاجتماعات المتتالية مع كل المؤسسات والإدارات وكذا. ممكن نقسمها لثلاثة مراحل أو ثلاثة أنشطة. الاجتماعات الخاصة بالإدارة الأمريكية من الخارجية للدفاع للخزانة للمعونة الأمريكية CIA، الجزء الثاني متعلق بالكونغرس بشقينه مجلس الشيوخ والنواب، وفي ذلك اجتمعنا بالتحديد مع لجان العلاقات الخارجية في المجلسين. اجتمعنا أيضا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس المحافظين للبنك. كانت فرصة طيبة جدا الاجتماع مع الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى، لكن حقيقة السودانيين جو من كل مناطق الولايات المتحدة وحتى من كندا. كان في اجتماع عام معهم وقد شفتوه في وسائل التواصل الاجتماعي، حاجة كانت يعني معبرة جدا. برضو عقدنا اجتماع مع مجموعة من السودانيين ممكن نسميها في تجمعات مهنية أو تخصصية، أساس الجامعات، أطباء إلى آخره. مشينا نحن الزيارة دي بثلاثة أهداف. الهدف الأول هو النقاش حول العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. زي ما كلنا عارفين أمريكا بلد متطور وعندها ما نتعلمه، والعلاقات معها ضرورية جدا لأي بلد حريص على أن يمشي لقدام. وفي دي أنا أفتكر سمعته تم الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، مسألة بنناقشه فيها نحن لنا كم شهر، يعني وضع حد لممارسة ظلت ل 23 عام ما عندهم سفير في بلدنا. أنا أفتكر دي خطوة لها ما يتبعها وبتأسس لبداية جديدة. الهدف الثاني هو المسألة بتاعت العقوبات مع الإدارة الأمريكية. نحن لفترة طويلة شغالين معهم في نقاش، لكن الزيارة أتاحت فرصة للحوار مع الكونغرس بشقينه، لأنه في البروسيس بتاعت رفع العقوبات الكونغرس عنده دور كبير، فكانت فرصة جميلة في أنه نتكلمنا معهم ويعني نورناهم حول الوضع في السودان وكذا. أيضا التغينا بعدد كبير من مؤسسات صنع القرار الأمريكي زي معهد السلام الأمريكي، الأطلانتيك كونسل،
كانت لقاءات برضها يعني مفيدة جدا، أتاحت لنا فرصة إنه نتكلم ونعكس وجه السودان الجديد. آخر حاجة في أهداف الزيارة موضوع الديون، تحدثنا مع الإدارة الأمريكية، مع الكونغرس، مع البنك الدولي، مع صندوق النقد في مسألة الديون، والقضايا دي كلها مترابطة. موضوع الديون مرتبط برفع العقوبات، ولو ما ترفعت الديون اللي هي قريبة لستين مليار ما هنقدر ندخل في أي تفاهمات جديدة، سواء كان على مستوى الاستثمار أو فتح البلد أو المسألة بتاعت الرجوع للمجتمع الدولي من البانكينج سيستم الآخري. فأنا في تقديري بكل المقاييس كانت الزيارة ناجحة جدا، وحقيقي يعني الزور راجع بانطباع يعني تشعر بأنه فعلا الكلام جاهز اللي كنا بنقوله هنا، إنه بدينا سودان جديد وبنبدأ فجر جديد وكده، واضح إنه العالم مستقبل المسألة دي بنفس الزخم وبنفس الجدية. وحقيقي لو استمرينا بنفس الطريقة دي بنقدر نعبر ببلدنا لبرا الأمان. في إيش يعني حاجة صغيرة أخيرة أنا دار برضو أكد عليها، في الأسبوع اللي قدامنا ده حينعقد في الخرطوم لأول مرة اجتماعات أصدقاء السودان، واللي هذه بتلم تجمع كبير من البلدان الغربية ودول المنطقة، وده يعني هو تجمع بتاع شراكة بيساعدنا في وضع يعني أسس لعلاقة قائمة على التفاهم حول قضايانا وما يمكن أن نعمل مع بعض. ده يعني بريف مقتضب، وأنا حريص وسعيد جدا أسمع لأسئلتكم. شكرا جزيلا. هل الكونغرس التعيين محدد توفيرين هذه الإجراءات باسم السودان يعني أو مقدم شروط جديدة يجب أن يمتلك السودان إليها حتى يرفع اسم السودان؟ كذلك تناقلت وسائل الإعلام تعهدك بدفع تعويضات فيما يخص بالمدرب السودان، هل هذا صحيح؟ شكرا سؤالي. أفتكر ده سؤال مهم برضه، شكرا جزيلا. وبعدين حقيقة أنا أول ما إحنا مارجين من اجتماعنا مع وزارة الخارجية كان أول قناة قابلتنا الجزيرة، كان عندهم صبغ صحفي، لأنه قبل ما الإدارة الأمريكية تعلن القرار أعلنوهم. وحقيقة القرار نفسه هو بومبيو ما كان موجود طبعا في أمريكا، أعلنوا من يوروب، يعني أعلنوا هو في 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 في, في لندن. ودي طبعا مسألة مهمة جدا، أنا حقيقة دار أوضحها لأنه وبال ما تسألوا عنها قبل ما نجي لسؤالك. في كلام كثير بتقال إنه إحنا مشينا وبوفد وكده وما لقينا ترامب وما لقينا بومبيو وكده، يعني جايز في ناس بتخيلوا إحنا لقينا جونيور بيبل في الوزارات وكده، ما صح الكلام ده. في أي إدارة مشينا طال أي قابلنا أعلى مسؤول فيها، وزير الخزانة، رئيس السياسة، وكيل الدفاع، لأنه ديل كانوا كلهم في لندن، رئيس البنك الدولي، رئيس الصندوق، رؤساء اللجان في الكونغرس الاثنين. الموضوع بتاع إنه الكونغرس وعد بإنه يرفع العقوبات أو لا، العقوبات دي بتمشي بهم زي ما بسموها بروسيس، ما بتترفع كده بقرار من الكونغرس طوالي، ما لازم يحصل له سبميشن، يعني بالإدارة هي اللي بتعمل سبميشن للكونغرس، والكونغرس بعد ذلك بنزور فيها. نحن قصدنا طلوب الكونغرس قبل ما تجيه السبميشن من الإدارة، وكان قبول للمسألة دي مطمن جدا. بعد ذلك بتبقى هي إجراءات. طبعا الكلام بتاع إنه أنا وعدتها حندفع الحكاية دي في أسبوعين وبتاع، إحنا أول حاجة ما اتفقنا على فيجر زاب عشان ندفع في أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع، لسه في حوار بيننا وبينهم، والمسألة دي يعني هتاخد وقت، يعني ما عشان الناس ما يتخيلوا إنه نحن جينا وتاني يوم بكرة حتترفع العقوبات دي. هي بروسيس فيها 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 أخذ ورد لسه، وحتى مسألة الدفع يتم كيف ما تناقشنا حولها أصلا. نحن لنا فترة طويلة جدا بنتناقش حول الرقم. أنا ما عارف الناس عارفين إنه الرقم ده بدأ ب 11 مليار قرار قضائي إنه السودان مفروض يدفع 11 مليار. ففي النقاش معاهم نحن عندنا تيم
حقيقي يعني تيم احترافي، تيم محترم من النائب العام ومن جهاز المخابرات والخارجية، شغالين مع بعض في تناغم كامل، ويعني هي ناس very impressive شغالين في الموضوع ده مع الجانب الأمريكي. المسألة دي نزلت من 11 مليار لمئات، لكن ما في فكرة لسه تعمل، ونحن كل اللي عايزينه من البروسيس دي انه نحصن السودان تجاه اي قضايا اخرى. لما نصل نمضى المسألة دي نكون خلاص يعني دي النهاية، عشان ما تبقى عندنا تاني اي زول يفتح لنا قضية ولا يرفع فينا حاجة ولا كده، عشان كده حتاخد شوية وقت، لكن ده همنا. والشيء الاساسي فيها انه لما نصل لتوقيع هذه الاتفاقية طوالي نمشي في الاجراء بتعرف على العقوبات بعد ذلك، لكن ده الفضل برضو لازم الناس يعرفوا انه لما بدينا نحن التفاوض مع الإدارة الأمريكية في مسألة رفع العقوبات كانت هنالك 7 شروط، قدرنا في خلال الشهرين والثلاثة الفاتت دي ننقصها من 7 لشرط واحد، والثاني حاجة مستمرة، يعني قدرنا نتفق حول المسألة المتعلقة بالتوصيل الإغاثة، الحقوق الإنسان، الحريات الدينية، العلاقة مع كوريا الشمالية، البدء بشكل جاد في موضوع السلام. دي 5 قضايا ما بقولوا قدرنا تتكي تاني منها، ما في حاجة عوله. فضلوا حاجتين، تعاون في مجال الإرهاب، وده مستمر، ما حاجة بتقيف، يعني هم ذاتهم مقتنعين وشغالين. وافتكر مع أخونا دنبلاب كان في اجتماع بتخيل اجتماع كويس جدا، أنا شخصيا لأول مرة أدخل المبنى الضخم ده بتاع السي اي اللي هو لقينا فيه مديرة السي اي، جزء كبير مننا جرو اب في انه السي اي دي شايفينها كده حكايه غايته المهم عشان السودان نمشي ما حد. طبعا كان اجتماع جميل حقيقه. فاضل الجزء الاخير الوحيد اللي هو الموضوع الاتفاق على التعويضات، وفي حوارنا معاهم ومع الكونغرس ومع عايزه في انه يا اخي نحن ذاتنا ضحايا للرب، فما في سبب يخلينا ندفع القصة، لكن بتبقى زي ما هم بسموها corporate responsibility، دي مسؤولية الدولة ممكن تجري منها. همنا انه نقرب القصة يعني في النهاية نصل لفجر صغير يخلينا نحن نقدر نتفهم معاهم عليه، لكن المهم في الموضوع كله انه في نهاية المسألة لما نتفق على القصة دي نصل لاتفاق يحصن الدولة السودانية من انه تاني ما تمشي في اي محاكم لقدام، ده اللي اتفقنا عليه. شكرا جزيلا. علي هي في موضوع اليمن احنا تكلمنا حوله، وده بالذات كان في الاتلانتيك كونسل اجتماعهم، في انه اكدنا على انه في اليمن ما في حل عسكري، قلنا نحن كسودانيين هنكون حريصين على مساعدة اخوتنا واخواتنا في اليمن ونقل تجربتنا نفسها، في انه في النهاية لازم يبقى في حل سياسي متفاوض عليه عشان يحل المسألة في اليمن. في موضوع سحب القوات في اليمن قلنا انه اصلا القوات دي كان عددها في اقصى حد له كان وصل افتكر اخونا جمال هنا 15,000 ونزل لـ5 وهو في طريقه، ده اللي قلناه، يعني ما تكلمنا عن سحب او عدمه او كده، تكلمنا عن ترند انه من بيك نزل، ده اللي قلناه. لكن حقيقي في اليمن ما في حل عسكري للمشكلة اليمنية، هو حل يعني في نهاية المسألة بيكون حل سياسي يعني في تقديري، وده اللي حيدفع بالمسألة دي لقدام. وجايز نحن نعشم في انه شوية السيجنالز والحياة الطالعة من هنا وهناك احتمال تدفع بالمنطقة كلها لوجهة بتاعت انه تحصل تصالحات تساعد كثير في تخفيف
حدة في منطقتنا. كيف سيتم الاستمرارية في موضوع رفع اسم السودان من الدور الراعي للرعب؟ هل ستفقتم على جولة تفاوض أخرى أم لجنة مشتركة أم ما هي الآلية التي سيتم التواصل بينكم والولايات المتحدة؟ جميل جدا. حقيقة في لجنة مشتركة، هم عندهم تيم ونحن عندنا تيم، وأثناء وجودنا في واشنطن التيمين اجتمعوا مرتين أو ثلاث مرات ومستمرين في الاجتماعات، ففي آلية شغالة يعني أصلا ما وقفت، بالعكس هي اجتماعاتها زادت بوتائر أعلى. أي تفضل. صوت توسم مهدي صاحبة السودان. أهلا. ما 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 جاء ما جاتنا 30 ولاية ولا أي ولاية، إحنا بنفاوض في الحكومة الفدرالية في موضوع رفع العقوبات، ما اتصل بين أحد يعني من هذه الولايات، لكن وارد طبعا. ما في الزمن علينا لا يزول، حس جايز احتمال ذاته يزول، يقول داري قاضينا في 11 سبتمبر، وارد المسألة دي ما نستبعدها. نشوف صوت نسائي ثاني. لا خطنا هنا عشان بس شوية ننوع في ال... لو ما في خلاص نسمع من زول تاني. نعم. بس فضل. بكل تأكيد لا، نحن زي ما قلت سمعتوا من أول يوم جينا قلنا نحن نسلك سياسة خارجية تراعي مصلحة السودان اولا واخيرا. طبعا يعني ما حنبقى من السذاجه نفتكر ان العالم ده هو يعني عالم قائم على انك ممكن تكون واقف فوق للصراعات، لكن البوصله بتاعتنا حتكون مصلحه السودان. بكل تأكيد اكشولي حصل نقاش خاصة مع وزير الخزانة اللي هو راعي للمفاوضات بتاع سد النهضة، وتكلمنا معهم في انه نحن يعني شاءت يعني إرادة الجغرافيا والتاريخ تخلينا نحن في النص بين البلدين، لكن ما نص مستقل عن المسألة دي، نحن برضو عندنا مصالح حقيقية في مسألة السد، وقلنا لهم نحن حنسعى مع الإدارة الأمريكية والبنك الدولي لأنه داخل في الموضوع ده، فإننا نصل في النهاية لاتفاق مرضي يكون مقبول للثلاثة بلدان، ونحن حنلعب هذا الدور. هم يعني بيقدروا هذه المسألة بشكل عالي جدا. يعني أنا بهزار كده قلت لوزير الخزانة، إحنا استغربنا حقيقة نشوف وزير الخزانة علاقته شنو بالحكاية دي، كانت الخارجية أو الري أو كده، فقال هو يعني قال لي انت ما تستبعد لو شفت في الوزاره بتاعتنا دي في كفاءات عاليه جدا في الري، لكن طبعا هي مرتبطه بقضيه المياه والاقتصاد والاستراتيجيات وكده. وبعدين في نهايه المطاف دخول البنك الدولي في مساله الوساطه اللي قدام، باعتبار انه مؤسسه عندها دور كبير في مسائل السدود دوليا وكده، وعندهم القصة بتاعت النايل بيزن نشتف كده. شكرا جزيلا. يبقى عندك سؤال أخير بالجي كويس. Are you worried that the US having moved the goalposts several times that there is a potential it would do it again, especially that we're looking at potential at elections in 2019, so there will be a change of administration and a change of probably party instrument in the US, so is that a concern? We raised that with them, but I don't think it is something that was moving the goalpost had a political context, and I don't think it is still there. There is a recognition that there is a new dawn in Sudan and they want to help genuinely. I think the clear testimony to this
is the decision on restoring relationship at ambassadorial level. Yes, I think it's an excellent step in the right direction. Thank you very much. Yeah. شكرا جزيلا يا جماعه. شكرا.